اهلا بكم مره تانية. لسه بينورني في الاستوديو استاذ محسن لملوم، طبعا الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الاهرام، وكنا بنتكلم عن العامل النفسي اللي بيحاول من خلاله فريق شبيبه الثوره ان هو يستغله ويكون حافز ودافع ليه قبل مباراه الاهلي المقبله والحاسمه طبعا بكل تاكيد. ايه الامور الاخرى اللي بيتم التعامل معاها من قبل مستر او بالتحديد من قبل فريق شبيبه الثوره قبل مواجهه النادي الاهلي؟ في نقطتين كمان حابب اضيفهم على اللي هو التحفيز النفسي للاعيبه شبيبه الثوره. في الناس هناك بيكلموهم في ان ناصر حسين ضاي في مجموعته في الكونفدراليه مع نادي الزمالك تعادل في الدقيقه الاخيره مع نادي الزمالك بعد ما كان الزمالك متقدم 1-0، وان نادي الرياض القسطنطيني عمل نفس الكلام مع النادي الاسماعيلي بالظبط في برضه في التعادل 1-1 برضه في الوقت المتقدم، يعني بيخلقوا لنفسهم دوافع معينه، دوافع وحوافز حتى بالزبط. لو جه فيهم جون ان هم يقدروا يعوضوا، ولو اتنين العب على ان انت ممكن تجيب جون حتى في الدقيقه 90 وقدامك 3 دقائق ممكن يعني او 3 دقائق وقت ضايع، اقصد يعني وقت ضايع ان انت ممكن تحقق المعجزه. في كمان حاجه حابب اضيفها ان رئيس رابطه الانديه المحترفه في الجزائر وعبد الكريم مدوار بعد ما شبيبه الثوره كسب فيتا كلوب المباراه الجوله اللي قبل اللي فاتت راح احتفل معاهم وكرم والي بشار اللي هو الجنوب الجزائري. كل دي نوع من الحوافز. تعالى في كمان بقى امور داخليه كمان، يعني اللعيبه انت عندك في اتنين برزوا بشكل كبير جدا في الفريق، يحيى شريف او علي يحيى شريف او يحيى علي شريف كويس. بدأ كبير في السن، مش مشكله بس هو مهاجم قوي عنده 3 اهداف والهدف اللي جابه في سيمبا الهدف الاولاني هدف رائع جدا صاروخي يعني، وبعدين سجل في النادي الاهلي وسجل تاني في النادي الاهلي طبعا لولا ان المباراه او الكره كانت تسلل لكن اللعيب بدات الاضواء تطلع عليه، بدات الصحافه الجزائريه تدلعه تقول له علوله لانه اسمه علي. علي يحيى شريف بدا ده نجم، في نجم تاني برضو اللي هو حميه. اذا كان يحيى شريف واخد الاضواء ومسجل 3 اهداف فحميه ده جاب 4 تجوان حتى لو منهم من ضربات جزاء، ولكن برضو مدافع لاعب قوي لاعب عالي. في برضو لاعب كان غايب الماتش الاخير قدام سيمبا للايقاف، اللاعب اسمه طالح، وكان المدرب كان كريم زاوي كان لاعب بداله اشرك بداله اللاعب محمد لامين بركه. يعني بيجد اللي هو في وسط الملعب مدافع برضو او وسط مدافع، فهو اجاد في المركز ده بقى عنده افضليه ان اللاعب البديل اجاد والاساسي موجود بالزبط. فبرضو عنده وفره. الامور دي بتنعكس اكتر على لاعيبه شبيبه الثوره انها ما عندهاش اي ضغوط خالص، لو اتغلبت حتى 5-0 هم كده كده حققوا انجاز خلاص، هم عملوا انجاز حتى اعطلوا القمه لمده حتى لو اسبوع ويقدروا يتاهلوا يعني بالزبط. يقدروا عندهم طبعا فرصتين مش فرصه واحده، عندهم فرصتين بالظبط. وقدام فريق كبير حتى لو خسروا 1-0 قدام النادي الاهلي كلنا احنا قبل الجزائريين بنرفع لهم القبعه. كل الامور دي امور نفسيه بتفرق مع الخصم، بتدي له حافز معنوي اكبر منك انت، يعني ممكن انت تكون حتى العنصر اللي بيلعب عليه النادي الاهلي هو الخبرات والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. انا شايف انه ممكن ما ينفعش في المباراه دي لسبب، ما هو نادي فيتا ونادي سيمبا عندهم خبرات اكتر من شباب تصرف، ومع ذلك قدروا ان هم يتعاملوا ومع ذلك قدروا هم بحماس الشباب قدروا يهزموا عنصر الخبره ده. برضو جرس انذار للنادي الاهلي. المباراه دي جرس انذار للنادي الاهلي. عايز اخش بقى على النادي الاهلي في حته كده، كيف يتعامل النادي الاهلي مع حماس فريق شباب تصرف من وجهه نظرك بقى؟ لا يعني انا مش هتكلم في امور فنيه وما احبش اتكلم فيها لان مش فنيا احنا بنتكلم برضو نفسيا انت لازم اولا ما فيش حاجه اسمها مسلسل دار فرص يعني ده مش وقته. ثانيا انت لازم تتقدم او يبقى فارق باكتر من هدف عشان انت تقتل عنده الطموح، لان انت لو 1-0 النتيجه معلقه حتى الدقيقه 95 لو في 5 دقائق يا سيدي، حتى لو 2-0 برضو انا مش شايفها امال، لان هو بيحاول الجون بيجيب الثاني وهكذا يعني. انا شايف ان الاهلي يقتل المباراه زي ما عمل مباراه سيمبا، ان انهى المباراه في نصف المباراه الشوط الاولاني 5-0 طبعا مش هقول 5 ولو ان النادي الاهلي قادر يعمل اي نتيجه طبعا. لكن انا بتكلم في ان ايه، ان اقتل المباراه بـ3 باتنين حتى لو في اولها بالزبط. يعني ان انت تقتل الطموح لدى المنافس كمان عنده فرصه ثانيه او حته يلعب عليها، ان انت اصابه حارس المرمى عارف ان حارس المرمى طبعا السوشيال ميديا النهارده خلت الناس كلها قصاد بعض طبعا. واللغه العربيه بخصوص ان احنا يعني واحنا والجزائر واحد فكله أكيد. بقى شايف بعضه، فالنهارده عارف ان علي لطفي اللي هو الحارس الاساسي في المباراه دي، وعلي لطفي بالمناسبه كان حارس جيد جدا بس طبعا الغياب عن المشاركه اثر عليه واكيد ياثر عليه اي لاعب ما بيشاركش مهما كان حتى لازم يتأثر، فهم عارفين النقطة دي كويس جدا، النقطة دي هيتحملها الدفاع
كويس. بالاضافه لعلي لطفي، يعني علي لطفي قادر يطلع من البطوله دي بمكسب، النادي الاهلي قادر بيطلع بمكسب اسمه علي لطفي. يعني صح. انا اتذكر موسم 88 89 النادي الاهلي كان الحارس الاساسي كان احمد شوبير، وكان المنافسه كانت قويه من الاهلي والزمالك، وبعدين اصيب احمد شوبير تقريبا في مباراه المنيا، وشارك البديل ثابت البطل الله يرحمه ما كانش بيلعب بقاله فتره، وتالق وكمل الموسم وعقد. حتى انا فاكر الاهلي لعب ماتشين مع نادي الزمالك في حوالي شهرين، كان الماتش الدور الاولاني متاخر، كان جمال عبد الحميد كان نجم نادي الزمالك وقتها، ما عرفش يسجل فيه جون، والاهلي تعادل 0-0 في الدور الاولاني، والماتش الثاني الاهلي كسب 1-0 بعلاء بهدف علاء مايو، وخد الدوري، والاهلي يومها كسب حارس اسمه ثابت البطل، او عودته طبعا هو حارس كبير، كبير وكان احد اسباب ضمه للمنتخب اللي شارك في 90 في مونديال 90 في ايطاليا، راح طبعا العظيم محمود الجوهري. فعايز اقول لحضرتك ان دي فرصه لعلي لطفي كمان يكون عندك الحافز اكبر. لكن انا حابب اقف بقى عند النقطه دي وبخاطب النادي الاهلي، اداره يمكن قبل جهاز فني، انت لازم توظف حارس لاعب يكون عنده قدرات حارس مرمى، لان انت النهارده اللي خدته ده انذار. انت عندك الحارس الاساسي محمد الشناوي والحارس الاساسي برضو شريف اكرامي مصابين، يعملوا ايه طيب مثلا؟ لا لازم يبقى في لاعب من الـ من الـ من اللعيبه اللي هم بيلعبوا، يعني سواء دفاع او وسط او ايا كان، يبقى عنده يعني يقدر يسد في حارس المرمى في حاله، لان انت النهارده تخلي على لطفي ده اتصاب بكره ولا لا قدر الله يعني او اتصاب هتعمل ايه؟ انت عندك نموذج مثال شهير، مباراه النهائي كاس مصر بين الاهلي والمقاولين سنه 2003، شادي محمد. الناس ساعتها اشادت بالكابتن شادي، وان هو بس معلش هي العمليه مش ان انا بحب النادي او ابوس البتاع فاقف، لا انت كقدرات شادي ساعتها كحارس مرمى ضعيفه جدا، طبيعي لا يلام طبعا. ماشي، بس هنا بقى دور ساعتها طبعا كان خطا من مانويل جوزيه ان هو بدل الثلاث تبديلات في الشوط الاولاني لو تتذكر، فضيع على نفسه. هل هي حاجه سهله ان الجهاز الفني يعني يهيئ لاعب عمره ما واقف حارس مرمى؟ يهيئه من دلوقتي احتياطي، هيهيئه مع الفريق في التدريبات ولا هيقول لحضرتك ليه؟ هقول لحضرتك، انت النهارده الموقف ده متعرض له قدام فريق سهل شويه، وعندك فرص تاهل تكاد تكون سهله مش صعبه. طب ما بالك لو كان المباراه دي نصف نهائي وقدام الترجي ولا الوداد ولا مازيمبي وعلى ارضه، هتعمل ايه؟ ما هو ايا كان انت حاولت تهيئ لعيب ان هو يبقى حارس مرمى، عمره ما هيقدر يأدي زي حارس المرمى، هتعمل ايه؟ ماشي، بس اضعف الايمان، انا مش بتكلم ان هو هيقف، انا بتكلم في حاله انت النهارده عندك شريف اكرامي مصاب ومحمد الشناوي مصاب، دول فعليا. طب ماذا لو لا قدر الله اصيب علي لطفي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هيقف بقى اي حد كده يجي واقف جدعان وكلنا نسقف له؟ لا، دي بطولات مش تهريج. بس خليني اقول لحضرتك برضو ان الحاجات دي نوادر لما بتحصل، بس حصلت. لكن في الانديه كلها ما فيش حد بيقدر يدرب لعيب يكون حارس مرمى، يعني بتبقى حاجه لا يعني يهيئ يشوف من دلوقتي. انا بقول لحضرتك ماذا لو، طب ما حدش يتمنى وصعب يحصل، بس حصل. حصل النادي الاهلي في نهائي بطوله وخسر بطوله كاس مصر بسببها، والجون اللي دخل في الاهلي لو تفتكر ساعتها الجون الثاني جون عبيط جدا، بس طبعا لا يلام لا يلام الكابتن شادي بل يشكر، ولكن أكيد. انا بتكلم ايه، ان حصلت الظروف حصلت امتى؟ حصلت هي. طب ما الاثنين الكبار اتصابوا وبقت كل الاهلاويه راحوا متعلقه في حصلت امتى؟ في 2003، احنا النهارده في 2019، يعني مش بتحصل كتير. طيب فاعتقد ان الموضوع صعب، هي فكره اكيد طبعا، ولكن هو انذار، انذار خلي بالك منه، انذار. يعني انت عندك الاثنين اتصابوا الاساسيين، وعلى لطفي انت كل جمهور الاهلي حاطط ايده على قلبه برضه من علي لطفي، يمكن حتى في الماتش اللي فات اكتر من اللي جاي. بس الماتش اللي فات نزل ادى بشكل جيد جدا، ادى كويس، بس كله كان حاطط ايده على قلبه، كان كله قلقان لان الخلفيه كانت مش ايجابيه شويه، لكن يمكن المره دي احسن شويه، طبعا المره دي في ثقه اكبر، في اسبوع بحاله يهيئ وعارف بقى خلاص في الرابطه، هو نفسه كمان خد ثقه كبيره بعد المباراه اللي فاتت. صحيح، لكن انا بتكلم بشكل عام، يعني شئنا ام ابينا هي البطوله الاهم، بطوله الدوري ابطال افريقيا هي البطوله الاهم، هي البطوله الاهم من بطوله الدوري المحلي، مش هنضحك على بعض، هي البطوله رقم واحد، يعني عشان كده البطل والوصيف بتاع الدوري هو بيشاركوا فيها لان البطوله الاقوى، والتالت بيروح بقى الكونفدراليه مع بطل الكاس. طبعا لا يقل من الكونفدراليه، لكن انا بتكلم على دوري الابطال، هي البطوله الاهم ماديا، تصنيف كاس عالم الانديه، كاس عالم الانديه بتدي لك ريكورد النادي الاهلي لما خد بطل لا مش بطل القاره، اقصد اللي هو الاكثر تتويجا على مستوى العالم، خدها بسبب بطولات افريقيا زائد سوبر افريقيا، بتدي لك سبورت. يمكن نادي ريال مدريد كان ورا، ايه اللي كسبه اكتر الثلاث سنين اللي فات لما خد ثلاثه دوري ابطال افريقيا، ثلاثه دوري ابطال اوروبا زائد ثلاثه كاس عالم الانديه زائد اثنين سوبر اوروبا، ففرقت معاه كتير. يمكن احنا هنا ايه هيبقى صعب علينا طبعا كاس عالم الانديه كافريقيا عامه، لكن على الاقل انت بطل دوري ابطال افريقيا بياخد اثنين بالظبط، فده السبورت الاقوى وده الريكورد الاعلى للنادي الاهلي. يعني تمام، الصحف الجزائريه، وانا عارف ان انت بتتابع الصحافه الجزائريه بشكل كبير جدا، الصحافه بشكل عام العالميه، يعني بيتكلموا عن هذه المباراه ازاي وشايفين فرص فريقهم
عليهم ازاي، خصوصا بعد المفاجاه اللي هم وصلوا فيها حتى الان؟ كل طبعا بيدوا له حقه من دلوقتي بصراحه، كلهم فرحانين، كله عمال احنا نجم الجنوب اللي هو الجنوب اقصد على شباب التصور يعني، على قمه مجموعه فيها العملاق، فيها عملاق القاره ونادي القاره النادي الاهلي، وفيها برضه فريق شرس اسمه فيتا كلاب. هم بيحتفلوا بده وما زالوا بيحتفلوا بده وحقهم يحتفلوا بده. وطبعا بيقولوا بقى نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي، ان انت ايه بروح الشهداء وعزيمه مش عارف الامور اللي كلمت حضرتك فيها في الاول اللي هي الامور النفسيه، ابرزوا تماما موضوع عبد الكريم مدوار اللي هو رئيس رابطه المحترفين الجزائريه لما راح او الانديه المحترفه عفوا، لما راح احتفل معاهم بفوزهم على فيتا كلاب، مع انه ممكن ما يتاهلوش، كان لسه في سيمبا، ولكن الامور دي بتدي سبورت اكتر للاعيبه، وعارفين طبيعه الشخص المواطن الجزائري دايما بيلعب له على الرايه الوطنيه طبعا. العلم بلادك الدم الامور دي خلاص هو شعب ثقافته كده يعني ايه، الناس بتقول لك عنيف والكلام ده كله، طبعا وكل مكان متحمسين حماسي اكتر، فالامور دي يعني دايما بيلعب على روح الشهداء، وحتى انا بشوف ان الكلام ده مبالغ فيه، بس هو في النهايه دي ثقافتهم وده اللي بيديله يعني، يقول لك احنا اروح الشهداء شطرفرف على ارض الفراعنه. هو وجهه نظره كده، هو بيدخل الشهداء في كل حاجه، طبعا الشهداء شرف لينا قبل ما يكون شرف طبعًا ليهم طبعًا. لكن انا بتكلم ان هم باي حاجه تحفز بيديها للعيبه يعني، عملوا فيديوهات للعيبه اللي هم الاطفال اللي هم مصابين متلازمه الدارون، هم عاملين شوف اللعيبه عماله تبكي لانه شباب برضه صغير، لعيبه شباب صغير ما عندوش خبره، فهو بيتاثر بالكلام ده، ويشوف اللعيب صوره الطفل المصاب وهو بيتكلم بينطق اسم اللاعب مش عارف ينطق، مش عارف ينطق بحكم يعني المرض، فبيكتب يحيى شريف يعني، الفيديو موجود يعني معانا حتى مش مهم نذيعه، ولكن بتشوف اللعيب بلقطه بيجيبها على اللعيب وهو بيتاثر بده، ما هو ده بيديله سبورت، ده بيديله سبورت طبعا. هي الصحافه برزت ده وبتبرز ده، وشباب الصوره في ارض الفراعنه وصلوا خلاص، او اعتقد يكون وصلوا، البرنامج شغال بالظبط في اللحظات دي يعني بالظبط يعني. يكون وصلوا بالسلامه ان شاء الله. هم بيتكلموا بقى على ان انت اي نتيجه، هم متحررين تماما الضغوط كلها على النادي الاهلي بالظبط. طبعا كشفوا او اتكلموا عن حته الجمهور اللي هو بعد ما كان 10 بقى 15 وممكن يبقى قابل للزياده، ان ده جمهور عظيم وده جمهور كبير، وحتى رئيس النادي يمكن محمد زراتي قال لك احنا بنلعب للمجد وللتاريخ قدام النادي الاهلي، ان حتى هو فاز النادي الاهلي، فالف مبروك ليه والموضوع منتهي. بمناسبه الاهتمام الاعلامي بهذه المباراه، احنا عندنا مواجهتين مصريين جزائريين، الاهلي مع شباب الثوره والزمالك مع نصر حسين ضاي، ماتشين مهمين جدا، نتمنى التفوق لمصر طبعا في الماتشين دول، الاهلي ان شاء الله يتاهل وباذن الله الزمالك كمان يتاهل. صحيح. هل الاهتمام الاعلامي بالمباريتين هو نفس الاهتمام بالظبط، خصوصا ان فريق نصر حسين ضاي اعتقد عنده جماهيريه اكبر اكيد من شباب الثوره؟ صحيح. عايز اقول لحضرتك ان هم اللي اكنها مرايه يعني، الصحافه هنا والصحافه المصريه، الصحافه اكنها مرايه يعني، هنا بنتكلم بنقول ايه مش عارف القطبين المصريين مش عارف او تاهل مرتبط باقدام جزائريه، هم برضو هناك بيتكلموا يقول لك مرتبط باقدام مصريه، واي اقدام مصريه؟ النادي الاهلي ونادي الزمالك قطبي الكره في مصر وفي الوطن العربي، واللي حضرتك عارف بقى وافريقيا والكلام اللي انت عارفه ده كله. لكن هم بيتكلموا في حته ايه يعني، عايز اقول لحضرتك مثلا ان شباب التصوره في الدوري الجزائري المركز السابع، اعتقد نصر حسين ضاي في المركز الخامس تمام او التاسع عفوا. هو شباب قسنطين اللي هو رياض القسنطيني اللي بيلعب مع الاسماعيلي، هو او اللي لعب مع الاسماعيلي هو اللي في المركز الخامس، ومع ذلك برضو عنده شعبيه يمكن بحكم القدم. يمكن اتذكر مباراه الاهلي ونصر حسين ضاي لو تفتكر برضو، اللي كانت في البطوله العربيه السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت 2017، الاهلي كسب استاد السلام هدف عمرو بركات، هدف عمرو بركات برضو لو تاخد بالك، هم كسبوا مع الوقت، روح الفريق. يمكن حتى بالصدفه كان المدرب بتاعهم نبيل نجيز اللي هو كان مدرب شباب الثوره لما الاهلي تعادل معاه هناك، ودلوقتي طبعا استقال ومسك مكانه كريم زاوي، برضو كان في الجهاز المساعد او الجهاز الفني، فهي الروح واحده، هم كلهم بيسيروا في بوتقه واحده. طبعا تاهل المصريين متعلق باقدام جزائريه، وتالق الجزائري متعلق باقدام مصريه ان شاء الله، نتمنى الاقدام المصريه هي كل يا رب طبعا اهلي وزمالك ان شاء الله يتاهلوا باذن الله الماتشين ان شاء الله. بالتحديد بقى النادي الاهلي، العوامل او بخلاف العوامل، عايز اتكلم شويه من الناحيه الفنيه، مش هنتكلم على التشكيل او حاجه، لكن نتكلم في بعض العناصر اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي من وجهه نظرك، مين اللاعبين اللي هياثروا باذن الله تاثير ايجابي في فوز النادي الاهلي؟ قبل ما اقول الحته دي عايز اقول لحضرتك برضو النادي الاهلي نفسيا ماشي كويس، يمكن يعني زياره الكابتن محمود الخطيب للتدريب، زياره مانويل جوزيه اللي هو طبعا ايقونه عند الجمهور، دي حاجه كويسه جدا. ضم مصطفى شوبير بده يحط تحتها 100 خط رغم انه مش مقاعد افريقيا ومش هيلعب طبعا، ولكن ده برضو نوع من الحفز النفسي. كمان جلسات لاسارتي مع كل اللعيبه متكرره، ده كويس جدا، ده عامل نفسيا كويس، الاهلي برضو ماشي نفسيا كويس. لكن في مباراه البعض بيحاول يشكك في الاهلي وقدرات لاعبيه خلال الفتره اللي فاتت، انا مش عارف ليه بصراحه. هل هزيمه مباراه واحده
ممكن تعمل كل الكلام. لا هي هزيمه مباراتين بس انا ماشي اوكي مباراتين في البطوله، لكن انا قصدي قبل المباراه بتاعت فيتا كلوب الاهلي كان ماشي كويس جدا محليا يعني، ماشي باداء كمان كان اكثر بس من رائع. انت النادي الاهلي عارف ان عنده ماتشين بره، فيتا مباراه سيمبا وفيتا كلوب، الاثنين بره، باي منطق خد منهم نقطه؟ خد طبعا منهم نقطه طبعا، ده كلام يعني تعادل وتغلب حقيقه طبعا. تعادل الاثنين، مش هقول لك تكسب يعني، ولو ده عادي بالنسبه، لكن ما تخسرش الاثنين. تمام، هتجيبها يمين هتجيبها شمال، ما تخسرش الاثنين. اكيد النادي الاهلي ما يطلعش صفر من بعد الجوله الثالثه الاول بسبعه، الجوله الخامسه الثاني بسبعه، هو زي ما هو. صح. لا ما الله يليق طبعا بالنادي الاهلي، وانت اللي ده هتدخل نفسك في حزمه بيرما ليه؟ تخيل النادي الاهلي النهارده بيلعب بفرصه واحده، بفرصه واحده هي الفوز. بالظبط، اي نعم المنافس مش بالثقل، بس انت ليه تحط نفسك في حاجه زي كده؟ يعني انت عندك صحيح، على الاقل ماشي ما كانش في توفيق خلال المباريات دي بالتحديد سواء سيمبا او فيتا كلوب، لكن الاهم اللي جاي، الاهم هل ده دور الاعلام اللي المفروض يقوم بيه، ان انا احفز اللاعبين واساند فريق مصري بيمثل مصر في بطوله زي دي، ولا هو دور اللاعيبه والجهاز الفني قبل الاعلام؟ اكيد طبعا الاعلام انعكاس اللاعيبه والجهاز الفني ده مفروغ منه. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، الاعلام دور الاعلام، وانا هنا طبعا احد العاملين في هذا المجال، ان انت كلنا يعني بالظبط يعني عمر ما هيكون بيأدي وحش ونطلع نقول هنا ده كان رائع. لا طبعا، عمر الاهلي مثلا يعني الاهلي مثلا اتغلب، لازم نبقى منطقيين برضه يعني، لازم نكون منطقيين، ما نضحكش على نفسنا وفي معقل قناه النادي الاهلي، ما ينفعش نطلع نقول اصل الحكم ظلمنا. لا انت لا 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 لا. انت اللي ادائك الاهلي ما بيبقاش دايما ليه اعذار خالص في اي مباراه بيخسرها، عشان بس نكون واضحين وصراحه. فانت لكن انت لما تلعب بشكل كويس جدا واداء رائع وتكسب عن جداره واستحقاق، الناس المنافسه هتشيد بيك قبل يعني. خلينا ناخد درس من دوري ابطال اوروبا، شوف الناس عامله ازاي، خمسه ريمونتادا من ثمانيه يعني، مباريات حسمت في الجوله الاولى، مباراه الذهاب تعكس في مباراه الاياب، والعيار التقيل ابرزهم رونالدو، او مش ابرزهم ده كلهم ابرزهم يعني، ده كلهم لما فريق مانشستر يونايتد يتغلب على ارضه 2-0 معاه تخمه من النجوم، ويروح باريس سان جيرمان في معقل عنده 10 لعيبه، 10 لعيبه بيلعب بفريق مدارس زي ما بنقول، بالظبط، ويكسب ثلاثه حتى لو كان بالفار ولا مش الفار، ما هو في النهايه الناس يعني باريس سان جيرمان ده ملوش وش يتكلم تاني. لا بصراحه بصراحه يعني سنتين ورا بعض فريق اياكس امستردام قدام ريال مدريد يتغلب على ارضه 2-1، ولدرجه ان القائد راموس بياخد الانذار الثالث متعمد عشان كده كده بقى يخش على دور الناس. هنتكلم بتفصيل اكبر عشان عارف ان انت طبعا ملم بكل الاحداث الاوروبيه بشكل كبير جدا، لكن برضو العناصر ما قلتليش عليها اللي ممكن ترجح كفه النادي الاهلي. بصراحه علي معلول كويس، وليد ازارو، وليد ازارو تحديدا، وليد ازارو عشان الماتش ده عايز سرعه، لان الفرق الصغيره دي الصغيره برضو بين قوسين بتكلم في الصغيره سنا وليست لن اقلل من الفريق الصغيره، حديثه العهد دي لازم تباغتها يعني. لو تتذكر مباراه الاهلي والقطن الكاميروني في نهائي 2008، انت كسبت البطوله في اول 13 دقيقه، 13 دقيقه، 13 دقيقه، جون جون وائل جمعه في الدقيقه 3، وبعدها ما اعرفش ب 10 دقائق جون فلافيو، خلص الموضوع. كان جون حلو بتاع فلافيو بالظبط، رائع جدا، الراس الرومان بيلي صحيح. انت خلصت على الفريق في اول 10 دقائق، انت خدت بطوله في اول 10 دقائق من 180 دقيقه، خلاص انت بقيت الماتش 0-0، اهدرت بقى ما اهدرتش المشكله، انت الفريق ما شافش قدامه. صح. ده اللي المفروض يحصل مع مع فريق حديث العهد قليل الخبره، انت لازم تبغته بهدف والتاني يعني هلم اكتر من اثنين وثلاثه يعني، لكن انت لازم تخلص المباراه دي، مش دي مباريات البدايات وليست مباريات النهايات يعني. ايه مش هنتكلم بقى في الشوط الثاني، الشوط الثاني ده والحاجات دي في مباراه زي مباراه الاهلي وصفاقس في رادس، اللي هو ايه عدي بس الاولاني 0-0 وبعدين الضغط، ليك سيناريو معين، ليك سيناريو معين اللي كان عامله مانويل جوزيه بذكاء طبعا، ان انت لازم تضغط على اللي هو اللي بيبقى تحت الضغط، انه بيحافظ وخايف يجازف فيخش فيه، وحصل طبعا ان الاهلي فاز، لكن المباريات دي لا خلص من الاول دي تخلص يعني، في حاجات كده ده السيناريو. مين يتيح لك الكلام ده؟ طبعا باكد ان انا ماليش نتكلم في الامور الفنيه، لكن وليد ازارو بسرعاته اكيد. انا ليه انا شايف برضو من ضمن الاخبار حيره ما بين مروان محسن واعتقد ان وليد سرعته اكتر يعني، ويعني قوي في تدخلاته شويه، ممكن يعني يعمل حاجه اكتر شويه عن مروان طبعا، رغم تالق مروان في الحقيقه طبعا لا ننكر ذلك، هو طبعا الرائع طبعا علي معلول، او تالق التوانسه الملفت للنظر في مصر الفتره الاخيره طبعا علي معلول في النادي الاهلي، حاجه رائعه جدا بسم الله ما شاء الله، بيفرق كتير مع النادي الاهلي طبعا. دي العوامل اللي تقدر تاثر مع النادي الاهلي طبعا، الى جانب الكل يعني، انا دايما بقول محمد هاني بقى السوليه ايا كان اللي هيلعب، النادي الاهلي قادر باي 11 يحقق المطلوب، وطبعا فرصه عظيمه لعلي لطفي انه يثبت نفسه
ويبقى النادي الاهلي عنده حارس بدل الناس عماله تتكلم ان مش عارف شوف عامر شوف مش عارف مين. لا على فكره الاقرب الشناوي انه هيلعب ماتش. ما انا قريت برضو الكلام ده. و... دي معلومه انا بقول لك ما فيش مشاكل حتى لو لعب علي لطفي. حتى لو لعب علي لطفي كلنا ثقه اكيد فيه. ما فيش مشاكل وهيأدي كويس باذن الله حتى ويلعب علي لطفي ويلعب الشناوي يبقى احتياط علي مش بالظبط مش فارقه مش فارقه المهم الهدف يتحقق يعني. بالظبط الفرق الكبيره لما بيغيب منها واحد حتى لما الاداء بيلعبوا بشكل جماعي ما حدش بيحس بالكلام ده. تذكر ماتشات كتيره غاب فيها احمد فتحي مباراه النجم والاهلي اللي هي 6-2 السنه اللي قبل اللي فاتت لو تذكر كان احمد فتحي غايب للانذار. وليد سليمان غاب ماتشات كتيره وهو كان النجم الاوحد او النجم الاول في الفريق لكن لما الفريق بشكل عام بيلعب بشكل كويس لما بيغيب حد ما حدش بياخد باله منه. حضور 15,000 مشجع ومتحمس في هذه المباراه من جمهور النادي الاهلي، ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لهم؟ والله طبعا نفس رساله النادي الاهلي انه يلتزم بالتشجيع وانتوا راعوا دايما ان انتوا 15 فمعلش مطلوب منكم جهد اعلى شويه بالظبط لان المفروض اصلا ده النادي الاهلي بيحضر له 80 و60 يعني احنا لما نقول كده ما حضرش 50 صح. اذا كان هو يعني المتضرر من موضوع غياب الجمهور ده الانديه الجماهيريه اهلي وزمالك واسماعيلي بقى ومصر والى اخره، لكن وتحديدا في الماتشات دي مين اللي استفاد في غياب الجمهور؟ الانديه المنافسه اللي بتيجي تلعب افريقيا هنا في الاهلي والزمالك، يمكن الحمد لله بدانا نلعب بشويه حتى لو 15 للاسف هم ما بيبانوش في ملعب زي برج العرب، يعني برج العرب كبير ساعه 80,000 لما تحط فيه 15 ما بيبانوش قوي، لكن قادرين ان شاء الله بصوتهم العالي والتركيز مع الفرقه ان هم يكونوا سبورت كبير للفرقه تمام. ان شاء الله. قبل ما نختم سريعا نتكلم بسرعه عن اوروبا والتشامبيونز ليج، توقعاتك مين اللي يقدر ممكن يكمل في البطوله لغايه النهائي؟ ليفربول عندك ليفربول وبورتو واياكس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هو حسب الورق ولكن وان كان حسن الطالع بيقول لبرشلونه برشلونه لان برشلونه في 2008 2009 من 10 سنين كان اول مره يصعد او اخر مره يصعد اربع فرق من 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 الدوري الانجليزي بالزبط. وكان خرج ريال مدريد على ما اتذكر وكان هو كمان كان برشلونه كان قابل ليون هو برضو قابل المره دي ليون وكسبه 5 فالشيء بالشيء يذكر لكن طبعا برشلونه فريق قوي لكن السيتي برضو فريق قوي يعني ما بصراحه اوروبا ما ينفعش مش قادر تتوقع ما معش توقعات تمنياتك طب ليفربول صح؟ ليفربول طبعا مش عايز اتكلم فاكيد تمنياتنا كلنا ليفربول بكل التوفيق اكيد بشكرك استاذ محسن طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده وحلقه كانت مهمه ومميزه جدا شكرا جزيلا طبعا ضيفنا العزيز استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير الاهرام الرياضي اكيد بنشكره شكرا جزيلا على هذه الفقره الهامه جدا وزي مع نهايه الحلقه ما تمنينا فوز ليفربول بالتشامبيونز ليج الاهم بقى نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته ان شاء الله بعد بكره امام فريق شبيبه الثوره وان هو يقدر يحقق فوز يأهله لدور الثمانيه ومن ثم ان شاء الله استكمال هذه البطوله حتى النهائي عشان ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق هذا اللقب الغائب لاكثر من 5 مواسم وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في هذه المباراه وكل دعم جماهيره في مباراه يوم السبت ان شاء الله دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا استنونا حلقه جديده الى اللقاء